محمد رمضان بقى قمر ده حبيبي ده. انت كنت حريص ان قربتوا من بعض جدا يعني كنت سافرتوا مع بعض مع بعض وكنتوا عايشين الفتره بتاعه المسلسل. محمد رمضان بقى اكتشفت فيه يعني طبعا هو كممثل كانسان كفنان في اللوكيشن كان التعامل معاه ازاي؟ بص محمد رمضان شاب جميل وطيب وروحه نظيفة وجوزاء زي فطبعا لازم اقول كده كمان وبعدين انا حبيته من قلبي بجد. محمد رمضان يعني انا استفدت منه كتير. استفدت منه ايه؟ استفدت منه جماهيريته لانه الجمهور بتاعه بعيد عني خالص يعني اللي اعمل ونوس وليه لا او فاتن امل حربي او مش جو الجمهور بتاعه بعيد. انا ليا جمهور تاني بعيد عن ده بس ده اللي شعبيته اكتر اوكي. فانا استفدت من جمهور محمد رمضان. محمد رمضان بحكم انه هو شاب وبيفكر بره الصندوق خلاص. فانا لما بقعد معاه وبسمعه هو بيفكر بطريقه مختلفه. انا لا انا قديمه انا على الكتالوج القديم. هو واخد من الكتالوج هو واخد احلى من الكتالوج القديم ومطور الجديد بحكم سنه وبحكم الحاجات اللي هو بيشوفها. ففعلا هو بيفكر بره الصندوق. فانا يعني بسمعه كويس هو بيفكر ازاي ورايح فين وبيعمل ايه. مش هو مش ماشي عشوائي. انا ست عشوائيه انا عشوائيه. لا هو مش عشوائي هو منظم عارف ده هنا هيبقى فيه ايه وعارف هنا فيه ايه وعارف هو هيكسب من هنا ايه وعارف السوشيال ميديا حتى لو احنا ضدها حتى لو كان لها سلبيات عليه بس مكسبه منها اكتر من السلبيات. يعني محمد رمضان اختلف. اتعاملت معاه مرتين مره في اخر البيت في مصر ومره اختلف طبعا بقى النضج كبر. اولا كبر 6 سنين او 7 سنين 17 ها ففي نضج اكتر تقل اكتر. يعني ايه شبع من حب الناس يعني في حاله اطمئنان. هل بقى واخد باله من نجوميه الناس اللي حواليه؟ طبعا. يعني انا محمد رمضان اكيد من زمان غير دلوقتي يعني كان دايما بيدخل مشاكل مع الممثلين لما موجودين كان بيهتم بنفسه اكتر. هل دلوقتي شايفه ان هو اتغير؟ اتغير كتير بدليل انه انا اتساب لي مساحه حتى لو معايا مخرج مهم او قوي زي محمد سامي ها انه سايب مساحه لناس كتير. والمسلسل اللي قبليه برده مع محمد سامي روجينا واحمد زاهر اثبتوا وجودهم ونجاحهم. فهو خلاص متصالح مع نفسه هو متصالح مع نفسه ومش مكتفي لانه لو اكتفيت مش هتكمل. لكن في حاله اطمئنان عنده من حب الناس له وجمهوره وهو عارف هو بيعمل ايه.